موضوع السيارات كان هالويكند في السعودية مسيطر على الأجواء، مش بس في الدرعية ولكن أيضا كلنا شفنا معرض الرياض للسيارات واللي كان من ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد إيش كان ترند والأخبار عنه كانت كثيرة، وأهمها كان بيع سيارة المستقبل 2030 بمبلغ 850 ألف دولار أو حوالي 3,200,000 ريال سعودي. وهي السيارة تم الكشف عنها مع انطلاق معرض السيارات، وهي سيارة كهربائية بالكامل صممها الإيطالي فابريتسيو أحد أهم خبراء السيارات بالعالم، وهي النسخة الوحيدة منها بالعالم، ونعملت خصيصا لتنعرض بموسم الرياض وتنطرح بالمزاد. ونحن كان لنا لقاء مع معالي المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بحفل تدشين السيارة. هذا فخر لكل سعودي، وسيارة حبة واحدة في العالم أبغاك تروح تشوفها. فهالسيارة صنعت خصيصاً لموسم الرياض، وهي بمحركين كهربائيين وسرعتها القصوى هي 200 كيلومتر في الساعة. أما الهيكل الخارجي للسيارة فهو مصنوع من ألياف الكربون، والهيكل الداخلي مصنوع من الألمنيوم. وهالسيارة استوحيت من رؤية المملكة 2030. رؤية 2030 إحنا كلنا نتشرف إن نكون جزء منها، وكثار حبوا إنهم يكونوا جزء من هاللحظة التاريخية، ومنهم ياسر القحطاني. من جمال السيارة يعني ومن الإمكانيات اللي فيها أعتقد إنه ما في أحد يملك الإمكانية راح يفرط فيها. أما من الكويت فشفنا حمد قلم وعلي نجم، ومن مصر كان موجود عمرو أديب. شنتوا عندكم أغنية بتقول مذهلة؟ هي مذهلة النهاردة، كل الفعالية مذهلة. كنا نشوف بتويتر ونشوف السوشيال ميديا على موسم الرياض، بس لما جينا هنا لا 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 صراحة يعني صدق أنا وايد فخور باللي شفته، ما شاء الله عليكم. فكرة أنه يكون في مزاد على هذه السيارات بحد ذاتها أصلاً فكرة عبقرية، شيء يستحق الفخر. لو مهما أشدنا ومهما قلنا على اللي قاعد يقام في الرياض في هذا الموسم راح يكون قليل، وكان من الطبيعي أن نسألهم إذا راح يشاركوا بهالمزاد. طبعاً طبعاً نص العربيات عدخل أجيبها. والله بدخل أنا أحمس وشجع، بس الظاهر أنه صعب أنك تشتريها. والله أنا بصور المزاد بس ما راح أدخل. بصوره من البيت. أظن أنه إيه بنزل على السيارات بس لصغار، وديهم حق بنتي هيام علشان تستانس فيهم. ولكن هذا ما يمنع أنهم استمتعوا بمشاهدة سيارات كثيرة ونادرة بتوصل لأكثر من 1200 سيارة رياضية وكلاسيكية.